بصبح عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، هيكون معانا فيها كل الامور والمستجدات الخاصه بالفرق الرياضيه، سواء الفريق الاول لكره القدم او الفرق الرياضيه الاخرى، وايضا انشطه اللجان والاداره التنفيذيه. طبعا بدايتنا مع الفريق الاول لكره القدم، الحقيقه ان كان في امبارح مران اقيم في تمام الساعه 6، التجمع كان في تمام الساعه 5 مساء، ثم بدا المران في تمام الساعه 6. قرر بقى مستر مرسي الكولر المدير الفني للفريق ان هو يعني يريح اللاعبين او يعطيهم اجازه سلبيه النهارده الثلاثاء، وبعد كده هيستأنف المران غدا ان شاء الله في نفس الموعد، هيكون البدايه في تمام الساعه 6 مساء بعد التجمع في تمام الساعه 5. خليني اقول لكم يعني بعض من الامور اللي تمت في مران الامس. الحقيقه ان كان في تقسيمه، او قرر يعني مستر مارسيل كولر ان هو يشرك بعض اللاعبين، سواء الذين لم يشاركوا في مباراه الذهاب امام سان جورج الاثيوبي اللي اقيمت اول امس الاحد، يعني يمكن شارك الذين لم يشاركوا اللعيبه، وايضا شارك البدلاء، وشارك كمان بعض من لاعبي قطاع الناشئين في هذه المباراه. يعني كانت مباراه وديه او تقسيمه انتهت بنتيجه 2-1، ويمكن يمكن يعني الذين بقى شاركوا في المباراة الأولى لسان جورج، الحقيقة أن هم لم يشاركوا في هذه المباراة الودية اللي أقيمت أمس على ملعب مختار التتش، وقرر بقى يعني مستر مارسيل كولر أن تدريباتهم تكون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، وعلشان يعني ريحوا قبل بقى مواجهة العودة أو مواجهة الإياب اللي هتقام إن شاء الله يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في تمام الساعة 7 مساء. يعني يمكن كانت التمرينة تحضيرا وتمهيدا لهذه المباراة أكيد، ويمكن بكرة كمان بقى هيستكمل مران علشان يكون التحضيرات أكتر وبشكل جاهزية أكبر. خليني أقول يعني أو أطمن كل مشاهدي قناة الأهلي وجماهير النادي الأهلي إن عمرو السولية مازال يعني بيجري الجري حول الملعب، أو بيجري كمان البرنامج التأهيلي والعلاجي اللي وضعوا ليه الجهاز الطبي طبعا للفريق الأول لكرة القدم. يعني خليني أقول لكم كمان ان بمناسبه مران الامس، الحقيقه ان كان يعني شارك فيها عدد كبير جدا من لاعبي قطاع الناشئين، ودايما بنشوف ان مستر مارسيل كولر بيعتمد على لاعبي قطاع الناشئين سواء في المران او كمان المباريات الهامه، ويمكن كمان نشوف معاه بعض من قطاع الناشئين يعني يمكن بقى يشركهم في المباراه المقبله. خلينا بقى ننتقل لمباريات كاس العالم للانديه. النهارده الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا يعني يمكن هيعلن عن طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي، وبتقام طبعا في المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 حتى 22 من ديسمبر المقبل. خلينا أقول يعني أن كل جماهير النادي الأهلي سواء في السعودية أو في الخليج أو حتى في مصر منتظرين طرح التذاكر عبر الويب سايت الخاص بالفيفا طبعا، علشان يشاركوا وعلشان يؤازروا فريقهم إن شاء الله في هذه المشاركة العالمية والكبيرة في كأس العالم للأندية. زي ما احنا عارفين المباراة النادي الأهلي هتكون هي المباراة رقم 2، وهينتظر فيها الفائز من يعني فريق اتحاد جدة وأوكلاند سيتي. بنتمنى طبعا كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وزي ما احنا شفنا مشاركته المشرفة على مدار السنوات الماضية، يعني إن شاء الله يحقق نتيجة أكبر في هذه المشاركة. وخلينا أقول لكم يعني أن أكيد كل فريق النادي الأهلي مستنيين أن يكون في مؤازرة وفي مشاركة كبيرة جدا لجمهور النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية. خلينا بقى ننتقل للفرق الرياضيه الاخرى، وتحديدا يعني اليد. اعلن ديفيد ديفيس المدير الفني للفريق الاول لكره اليد رجال عن القائمه اللي هتشارك في البطوله الافريقيه للانديه طبعا يعني ابطال الدوري، واللي بتقام في الكونغو برازافيل، ويمكن خلاص سفرت البعثه الخاصه برجال يد الاهلي. خليني اقول لكم عن القائمه اللي تم اختيارها من قبل الجهاز الفني بقياده ديفيد ديفيس. يعني عبد الرحمن محمد ابراهيم، عبد الرحمن فيصل، ابراهيم المصري، محمد مجدي، نبيل شريف، احمد خيري، سيف هاني فوكس، احمد راضي، محسن رمضان، محمد لاشين، ياسر سيف، احمد عادل، عمر خالد كاستيلو، عمر سامي، احمد هشام سيسا، وزيزو محمود عبد العزيز جده، وراضي محمد راضي. يعني فريق النادي الاهلي خلينا اقول لكم ان هو بيقع في المجموعه الاولى مع هذه الانديه: جي اس كا من الكونغو، فابل الكاميروني، بي ام سي الكونغولي، وشبيبه سجده الجزائري.
ايضا يعني كابتن محمد عادل زولا المدير الفني لسيدات يد الاهلي اعلن عن القائمه اللي هتشارك في نفس البطوله، وهي بطوله الانديه او بطوله الافريقيه للانديه ابطال الدوري. والقائمه جاءت كالتالي: يا نصر عيد، من نطلة السيد، فرح الشاذلي، امين هشام، فرح حازم، رنا رادي، تؤى كامل، فيفالدا دي سيلفا، دونجو كامارا، رحمه محمد، ملك احمد، روان سيد او روان سعيد عفوا، دنيا صقر، نوال خليل، امين عاطف، ساره الخولي، ليلى حماد، وشهد الشواربي. وايضا بيقع النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي يعني سيدات مع في المجموعه الاولى مع الانديه بريميرو الانجولي، وانزيكو الكاميروني، اوتوهو الكونغولي، واخيرا جرين دو سيل الكونغولي. خلينا بقى يعني ننتقل للصفقات. الحقيقة تم الإعلان عن عدة صفقات منذ ساعات قليلة من قبل يعني النشاط الرياضي بقيادة كابتن خالد عوضي، الحقيقة مدير عام النشاط الرياضي. أعلن عن صفقتين في صفوف سيدات اليد. طبعا للفريق الأول يمكن كانت أول صفقة فرح الشاذلي، تم التعاقد معها بشكل رسمي لمدة 4 سنوات مقبلة، وبعديها طبعا كنزي حاتم تم بعديها الإعلان عن التعاقد معها لدعم صفوف سيدات يد الأهلي علشان يعني يشاركوا في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة. وخليني أقول أو أنوه يعني أن يمكن فرح الشاذلي بعد الإعلان عن الصفقة مباشرة كانت في القائمة اللي هتشارك في البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري، والحقيقة يعني أن هي بتمثل إضافة كبيرة لصفوف الفريق. ايضا بقى يعني يمكن على مستوى كرة السلة سيدات تم الإعلان عن صفقة جديدة، وهي طبعا السنغالية فاتو دياني، أعلن عنها أيضا كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي. ويعني يمكن هذه الصفقة صفقة كبيرة، وأكيد هيكون يعني هتدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. يعني إحنا زي ما إحنا عارفين يا كريم ويا نهواندي، يمكن تحديدا فريق سيدات سلة الأهلي حقق يعني العلامة الكاملة خلال الموسم الماضي، ويمكن بقى بيطمحوا للحفاظ على هذه العلامة الكاملة وأيضا تحقيق الكثير من النجاحات أو نجاحات أكبر خلال المواسم المقبلة، وعلشان كده كان في تدعيم لصفوف سيدات سلة الأهلي. أخيرا بقى يعني نروح للإدارة التنفيذية وأنشطة اللجان. الحقيقة أن يوم الجمعة المقبل هيشارك النادي الأهلي في اليوم العالمي للقلب مع الجمعية المصرية الإفريقية. والحقيقة يعني يمكن النادي الأهلي هو أول نادي عربي وإفريقي هيشارك في هذه الاحتفالية مع جمعية علمية بشكل رسمي. يعني النادي الأهلي هو الحقيقة أول نادي بيشارك في اليوم العالمي للقلب مع جمعية علمية بشكل رسمي، وهي الجمعية المصرية الإفريقية للأبحاث العلمية وأبحاث القلب. خلينا أقول لكم أن يمكن علشان المشاركة دي تكون موسعة أو يشارك فيها كل أعضاء النادي الأهلي، يمكن النادي الأهلي والإدارة التنفيذية وفرت أتوبيسات يمكن من أمام مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة وأيضا الشيخ زايد ومدينة نصر، علشان يعني ينقلوا كل أعضاء النادي الأهلي لفرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة أو التجمع الخامس علشان يشاركوا في هذه الاحتفالية الكبيرة جدا. ويعني يمكن هتنتقل أو تتحرك الأوتوبيسات في تمام الساعة 9 صباحا علشان تكون موجودة بقى منذ بداية اليوم وحتى نهاية اليوم للمشاركة في هذه الاحتفالية. كمان خلينا أقول لكم أن يعني هيمكن شعار هذه الاحتفالية هيكون نسر النادي الأهلي الأحمر، هيكون في إضاءة لنسر النادي الأهلي الأحمر تعبيرا أو رمز للبطولات، وأيضا تعبيرا عن صحة القلب خاصة أو الحفاظ على صحة القلب خاصة للرياضيين. زي ما احنا عارفين هيكون في يعني ندوة توعوية عن أمراض القلب للرياضيين، لان زي ما احنا شفنا اكيد خلال السنوات المقبله او منذ بدء يعني الرياضه كان بيحصل حوادث لبعض اللاعبين بتوقف عضله القلب المفاجئ، والحقيقه ان بعض منهم توفوا اثناء التدريب او كمان اثناء المباريات. فهيكون في ندوه توعويه علشان يتكلموا اكتر عن الحفاظ على قلب الرياضيين. وكمان خليني اقول لكم ان هيتم يعني عمل فحوصات لسبعين فرد من اعضاء النادي الاهلي، تحاليل وايضا رسم قلب، وهيتم تدريب 30 فرد من المنظومه الطبيه داخل فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس. تدريبهم طبعا هيكون علشان يعرفوا يعني او يكونوا قادرين على الانعاش القلبي الرئوي خلال فتره وجودهم داخل مقر النادي الاهلي بالتجمع الخامس. وخلينا اقول ان يعني يمكن الاحتفاليه دي بيتم التنظيم ليها والتحضير ليها على قدم وساق علشان
كمان تكون احتفالية تليق باسم النادي الأهلي، خاصة أن زي ما أنا ذكرت في يعني أول هذا الخبر أن هو أول نادي عربي وأفريقي ومصري بيشارك في الاحتفال لليوم العالمي للقلب. دي طبعا كانت كل أخبارنا والأمور والمستجدات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وأيضا الصفقات الجديدة، وأيضا أنشطة اللجان والإدارة التنفيذية. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى.